زهقت وما انتش عارف تعمل ايه، كل يوم تجيب برنامج من على النت وفيديوهات ونعمل زيها وبس، بس هتيجي في وقت من الاوقات وتلاقي النتيجه تبدا تثبت مش هتتحسن او تبدا تزيد بس بطريقه بسيطه. ليه الكلام ده؟ لان انت ما اتمرنتش على اساس علمي ومش مع متخصصين، انما لو اتمرنت على اساس علمي هتحقق ضعف اللي انت حققته معاك وكابتن عثمان الديب من بريميوم جيم. دي مش مبالغه، ده حقيقي، لان انت ما تقدرش تحدد لنفسك الشده التدريبيه ولا الجهد ولا الوقت. في لعبتنا دي لازم توفر على نفسك الوقت والمجهود، ومع متخصص هتقدر توصل لافضل نسخه ليك في وقت قليل جدا، وهتبقى وفرت على نفسك وقت ومجهود كتير. خاصه لعبه كمال الاجسام لعبه ملهاش قانون، لكل جسم ليه قانون لوحده، فانت اللي بتحدد القانون بتاعك، والمدرب بتاعك بيحدد قانون لشخصك انت بس، لجسمك انت لوحدك. المشكله في رياضه كمال الاجسام ان بسبب البرامج اللي على النت والفيديوهات انت بدماغك ان المدرب هيضيف لي ايه، هيقول لي العب الفلانيه، العب الجهاز الفلاني، ما انا عارفه، انما لا، هي مش كده. انت مش هتعرف تقيس الشده التدريبيه بتاعتك ولا الحجم التدريبي اللي انت محتاجه لجسمك. لما هيتعب هتقف، وخاصه لو انت بتتمرن بصوره طبيعيه 100%. لازم توفر على نفسك الوقت والمجهود، والمدرب لازم يكون متابع معاك واحده بواحده عشان يوصلك لاحسن نسخه ليك في وقت قليل، لان انت بتتمرن بصوره طبيعيه 100%. والبرامج اللي على النت ممكن توصلك لنتيجه، بس مستحيل هتوصلك لنتيجه 100%، اخرها هتوصلك بنسبه 40% او 30%. واحنا وفرنا لك الوقت والجهد في كامبين جيم جديد، ابدا مع متخصص، واحنا في بريميوم جيم هنساعدك توصل لاحسن نسخه ليك. بريميوم جيم، جيم جديد.